هذا اليوم مشهور. كم ساعة وندور عصافير نسرقها وما في شيء. أكيد في معنا واحد مشوم يا لطيف. أنا المشوم يا أخوي. مدام أنا المشوم. يلا رجعوني وخلوني أروح لأهلي وخلصنا. يلا. لا يا حبيبي. إذا بتحب ترجع ما في مشكلة. بس بشرط تتجوز أختي جميلة اللي حبتك. سمن يقطع القلب. حبها برص. ايش بيقول هذا عمي؟ ايش بيقول؟ لا يا ابن الحلال ايش كنت ورك عصبت. يقول اختك جميله والزينه كلها ملح وقبله. لا كذبك يا ابو سند. اقول اسكت يا رشيد. تراني الحين مصدده عنك كل ما جاي يتحرش فيك وانا اللي اصرفه وانت غير ناشب لبيه. ان شاء الله سب اللي تبي. يعني قبلت زواج من اختي جميله يا عمي؟ هي 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 قبل يا ابن الحلال. بس عاد ابي منك تعطينا مهله تخبر رشيد توه صغير. أيه؟ ما يفهم امور الزواج ولا بعد بلغ. خله اصبر علينا شوي. هو طفل صغير الحين يا عمي؟ انا اشك انه كذاب وهي تلا. هذا رجل مجوم. هذا مش مزبوط يا عمي. من اليوم واحنا نشوف الاخبار وما في اي اخبار عن رشيد وربعه. الحين تلاقين عمي برشيد لقى احد يتوسط لهم ويطلعهم. وانتي على بالك يا مرشيد هم بحجز المرور عشان يروح يطلعونهم بواسطه؟ يعني ظنك وليدي بيروح فيها؟ وولادك بروحه بس ابو سند معاه. جاء انا هذا الخبر العاجل عن تطورات اختطاف السفينه. افادت انباء عن وقوع اشتباك بين سفينة تابعة للقراصنة وقوات من حفظ النظام التابعة لخفر السواحل الدولية، وتم تصوير أحد القراصنة الذي يبدو أنه ليس أفريقيا وقد يكون من مرتزقة الجنوب الأمريكي ويعمل مع القراصنة. وإليكم صورتي. هذا كان رشيد إنه بعينه معلمة. يا بعد عم
يا زينة ويا زين صورتي. أم رشيد أنت فرحانة وهم متهمين أنه هو مع القراصنة؟ يكذبون؟ ولدي عاقل ويخاف الله ما يكذب. هذا وتهيب الأمم المتحدة وقوات حفظ السواحل الدولية والأنتربول بأن من لديه أي معلومات عن هذا القرصان أن يتقدم بها إلى مقر الأمم المتحدة فورا. أنا الحين بقوم أتصل فيهم وانعن شراعهم وتشوفون إيش بسوي فيهم. أجل يتهمون رشيد أنه قرصان وشلون يا ربي؟ أنا أعلمهم. وردي وين العالم وين اللي عنده؟ أهلا الحين. وش فيك وردي؟ هاي كيفك؟ أقول لك جب 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 يلا أدخل بوفيا وجيب لي الغلة الحين الحين جيب لي الغلة حقت اليوم. داير غلة البوفيا عشان شنو؟ أي عشان أخوي رشيد نجمع له 50. داير 50 مليون دولار؟ أي من عم رشيد؟ أي أجاب من وين؟ أسمع أسمع حاجتين. أولاً أنا والبوفيه كلنا ما نجيب 50 ريال. إيه؟ ثانياً أنا مستحيل أدفع 50 مليون دولار عشان غرصان وإرهابي زي عم رشيد. إيه؟ أخوي رشيد ما هو بقرصان. أي أبو رشيد هو القرصان. لا عم رشيد غرصان. لا أبو رشيد هو الجليش. إيه؟ عم رشيد هو الغرصان. أقول لك أبو رشيد هو القرصان. أسمع أنت متفق معه. أنت متفق مع عم رشيد. إيه؟ أنا متفق معه. أنت متفق معه. أقول لك القرصان. أمشي برا عم رشيد. عم رشيد هو القرصان. إيه؟ هذا بوفيه أخوي رشيد مش ولا تقول. لا 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 الكلام ده زمان. البوفيه دي الحين اسمها بوفيه وردي. عم رشيد خلاص انسى انسى امشي يلا شتت شتت وين اروح شتت برا روح عند القرصان بتاعك روح اقول لك امشي شتت شتت يا قرصان يا قرصان حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخي شوي شوي انا كنت تحت المسدس واجه الرشاشات. لا تكلمي يا اخي ليش يا اخي ليش؟ لا تكلم يا اخي انت السياق ولا تقطعوي. انا سويت لك انا انا سويت لكم انا ما سويت لكم شيء. انت واحد مشوم لما جيت معنا كان يصيبنا مصيبه لكن الحمد لله المره هاي ربنا ستر ونجانا. رجال انت انت انت, انت قلتها انت قلتها ان الله نجانا يعني انا وجهي زين عليك كلنا لا؟ طبعا لا رجال خذوا ربطوه معنا حاين لا خذوه يا رجال. أقول يا عترة ارتم 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 أقول ورا ما تخف على رشيد ترى حبيب وضعيف ومساكين يعني كل ما قلتوا جروه جروه ولا تأكلونا. يا عمي يا عمي أنا أضغط عليه عشان جواز من أختي جميلة جميلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا عترة يا ابن الحلال انت معزمه الحين تزوجها اختك؟ يا عمي يا عمي انا احب اختي جميله كثير وانا زي ابوها ومربيها واذا تطلب شيء لازم احققه يا تلا. اقول ورا ما تصبر لك كم يوم ولا كم سنه ولا كم شهر لين يكبر رشيد انا قال لك انه بزر صغير. راح اشاور اختي جميله اذا وافقت ما في مشكله واذا ما وافقت راح اعمل عرس الان. الله ما شاء الله عليكم همداكم تجيبون الذبح تعزمون الناس. كل شيء موجود عندنا احنا ساركين سفينه مليانه مواشي خرفان وما نعرف شو نسوي فيها. اجل شف مدام الذبايح زاهبه وعزمتوا العالم وخلاص قرب العرس اجل مالك الا نروح ونقلع نشيد نقنعه نقول له تكفى عرس عليها خلنا نروح لها الحين. يلا زين يا عمي يوم انك ارسلت برقيه واثبت فيها ان رشيد ولدك هو اللي مع ابو سند المخطوف. اي والله يا شيخه كان تورطوا عقب ما وكالات الانباء والصحف حطت صورهم. اللي انشرت صورته صوره ولدي لحاله ولا ابو سند ما اعترفوا فيه ولا جابوا طريه. رشيد سافر من اجل التجاره طمعا بالتجاره من اوروبا ومن الصين. اي والله يا عمي لو اني انا رايحه معاه ما صار هذا كله. والله يعني ايش بتسوين بتردين القراصنة؟ انا هعرف شلون ادافع عن رجلي يا خالتي خلي واحد بس يمس منه شعره واشوف انا ايش اسوي فيه. انا لله وانا اليه راجعون. يقول انه من مصر وجايين في سفينه كلها بقر وكلها بعايم وامسكوه وقطعوا لسانه. وليش وليش يمر من عندهم عشان يكتب قرانه؟ على حظي وعلى على الله شكوى على الله. بتقاطع لسانه صوت؟ اقدر اسالك اقدر اسالك انت كمان ان شاء الله. سلم سلم سلم. ايه
يقول وين الشهود؟ انا الشاهد اول، انا الشاهد اول وانا الشاهد الثاني. اشوف وانا الشاهد الثاني اشوف. اي وانا يا شيخ يا يلا 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 عرس يلا عرس انت عزيز زهرة يلا يلا عرس يلا عرس جميل عرس يلا يلا عرس عرس يلا فرح يا شباب يلا عرس يلا عرس يلا عرس يلا مبروك مبروك مبروك. وانا حاتي ابوك ماخذين هالقراصنة عسى ما يذبحونه. والله يسوونها المجرمين، الله يستر. حسرتي يا رشيد، يا حسرتي يا رشيد، يبعد عمري يا رشيد، يا ربي حسافته حسافته يموت. رملتني وانا في عز شبابي، حتى شغاله ما جبت لي. يمه خل اقول لك، صحيح اذا القراصنة خذوا ابوي وذبحوه راح اصير يتيم؟ صح يا وليدي صح، كان الحين ينادوني ام اليتيم. طيب خل اقول لك، وين ابوي من بياخذه؟ عندي فكره، سرايت اخذ انا المفاتيح ووزيهم قبل لا يجي جدي. قوم اخذ المفتاح ولا تخلي حد يشوفك، فهمت ولا لا يا الغبي؟ زين يمه اسمع بقول لك شيء، انا سمعت ان القراصنة ياخذون فديه. قطب الحرامي يا والله، قطب الحرامي يا والله، مسك بجهله يا والله، مسك بجهله. اسمع اسمع، قطب الحرامي نامت عن ابو بليس، اعطيتها كيلو وين كيلو وين من عشبة ذيب وسند. يا الله يا الله نامت. توني يا توني ارشد ان شاء الله. يلا يلا نامت. ها نامت وسند، اعطيتها العشبه، اعطيتها العشبه. يا الله يا الله رقدت. يلا انا اعطيت ذا المهبول الكبير ذا، اعطيته منها. ممتاز اجل مشكله. منها
ما ادري وين نروح، نمشي وندرع وندرع ما لقينا احد نساله ولا احد يدلنا ولا احد يعلمنا وين فيه. اقول والله ودك من يدفك في هالبحر انت وقرشك. ما بولد انت متمشى في شارع الديره انت بتلقى واحد تساله. نحن ببليتك نمشي في البحر ما بتسال علمني. اقول انت اذا سوكتك اللي سنها كسرت عود. اقول اهجد لا عادي يا بردك. انا اقصد يجينا غفر سواحل، امم متحده، سلاح الحدود، اي واحد بس يودنا منا ولا يدلنا طريقنا. يا خيي ما في حدا يا خيي مسكين قاعدين مثل الكلب. ما شفت حدا، ما شفت غير القراصنة هذول. لا ما شفت شرطي واحد ما شفت. اذكر الله يا خيي ان شاء الله ما تسكرني. الله ان شاء الله ييسر امرك وهذا اللي نحقنا وامورنا زينه. لا انت ما بتعرف، ما بتعرف شو صار فيه. شو اللي صاير؟ لولو. هذا لولو اللي اشغلنا بلولو. وش فيها لولو؟ لما مسكونا هذول المتوحشين مسكوها للولو. لولا لولا ناخذك انت ولا ناخذ طوني؟ لا خذوا طوني. اقول اتركوا العدي بس والبربره واسمع يا رشيد. أي. امش طوالي لا تلف لا يمين ولا يسار. عندي احساس يقولنا بنلقى الشاطئ قدام. لا تلف بتوصف طريق الثمامة مش على طول. اقول اسكت شكل الشاطئ زين خلنا نمشي. وين لقينا شاطئ؟ اي يلا يلا هذا وقربنا من عنده وصلنا. اقول لك يعني لولو فدت فيك والله تستاهل. لك في محل هناك صفيت صفيت صفيت. يلا 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 لف 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 اشوف. انا ماشي بدي اشوف بس لقدام. نحشر امسك ابو سند. خايف انا لا تخاف. يا سلام يا جماعه يا سلام. شوف الطبيعه الربانيه. شوفها اول مره احس بطعم الحريه وانا مكبوت مكبوت علي. حسبي الله على بليهم من قراصنة. أنا قايل لكم إحساسي ما يخيب. بتلو طوالي بيجينا الشاطئ. عز الله أول مرة تصدق. أول مرة تصدق. عنجد شميت ريحة السنوبر. راجع راجع يا ابن حلال. اسكت شغلتنا انت الحين بهالحكي. خلنا نشوف الحين شغلت منه ولا نشوف احد يدلنا ولا سياره تودينا ولا احد ينقلنا. سبحان الله. بدنا نروح هنا يعني بدنا نروح. وين بدنا نروح؟ بنروح منا يمين ولا يسار؟ شمال. انتم وصلتم مكان مناسب. لولو العزيز لولو العزيز. لا حول ولا قوة الا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مازي عمي مات. مات عمي مات. حسبي الله عليكم حسبي الله عليكم. ارشيد ارشيد هدي يا عمي هدي. ارشيد ليش ليش انت تركتني؟ كنت أمل الوحيد انت. جميلة شوفوا مناسب لك الجواز. ايوه هذا حلو حلو جميلة جواز مناسب. لا 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 يا لولو رجال خذوه. يا ربي جزاك خير لاني بشوف وذا مات انا وين اروح وين اروح يا ربي.